بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في حصتنا ديال مادة القراءة والكتابة غادي نشوفوا درس جديد، وقبل ما نبداو درسنا غادي نصحوا الواجب المنزلي اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، وغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نشوفوا الحاضرات معنا شنو داروا في التمرين أو الواجب. مزيان حسن؟ نعم صحيح. نعم لطيفة. مزيان نعم. مزيان زينب. نعم. نعم صحيح حسن. إذا الآن غادي نصحوا جميع هذا الواجب على الشاشة باش حتى المشاهدات والمشاهدين يصحوا معنا هذا الواجب. الواجب كان مطلوب منكم فيه هو أنكم توضعوا علامة أمام الجملة الصحيحة اللي هي كتمثل هدف من أهداف الإسعافات الأولية اللي كان موضوع درسنا في الحلقة الفايتة. عندنا من أهداف الإسعافات الأولية وعندنا ثلاثة ديال الجمل، كل جملة قدام خانة، وكنا كان مطلوب منكم توضعوا علامة أمام الجواب الصحيح. غادي نبدأ بخديجة تقرأ لنا الجملة الأولى. الحفاظ على حياتي المصابي. حسن غنوضعوا علامة. آه. حسن غادي نوضعوا علامة لأن الإسعافات الأولية كتساعد على الحفاظ على حياة المصاب. غادي نمشيو ننتقلوا للجملة الثانية تقرأ لنا لطيف سميرة. الزيادة في تدهور الحالات الصحية الحالة الصحية للمصاب. اش كيبان لك في هذه الجملة؟ واش صحيحة؟ نوضعوا أمامها علامة؟ لا غلط، ما نديرش علامة. حسن غلط خطأ، لأن بالعكس من أهداف الإسعافات الأولية أن قلنا كتحافظ على صحة المصاب ماشي كتدهور الصحة ديالو. إذا هنا غادي نخليو الخانة فارغة ما غنديروا فيها والو. غنمشيو للجملة الأخيرة غتقرأها لنا لطيفة. مساعدة 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 المصاب على الشفاء. على الشفاء. مساعدة المصاب على الشفاء. واش صحيحة هذه الجملة؟ نعم. حسن غادي نوضعوا علامة أمام هذه الجملة لأن فعلا الإسعافات الأولية من هدفها هي مساعدة المصاب على الشفاء. إذا غنوضعوا علامة في الخانة الثالثة. إذا هذا هو التصحيح ديال الواجب ديالنا. قلنا عندنا ثلاثة ديال الجمال وعندنا وحدة خاطئة وجوج صحيحين هما اللي وضعنا فيهم العلامة. إذا بعد ما صححنا الواجب ديالنا الآن غادي ننتقلوا للنص اللي كيتكلم لينا لطيفة علاش كيتكلم؟ النص اللي شفنا في الحلقة الفايتة. الإسعافات. على الإسعافات؟ هنا إسعافات؟ أولية. الأولية حسن. إذا غادي ننتقلوا للنص ديالنا اللي كيتكلم على الإسعافات الأولية وهو اللي غيظهر أمامنا الآن على الشاشة. كنتمنى في البيوت ديالكم تكونوا قريتوا هذا النص مزيان. غادي نديروا واحد القراءة في البداية جماعية ومن بعد غادي نستمعوا لبعض الحاضرات. إذا غادي نقراو نتوما قراو من بعدي كذلك المشاهدات والمشاهدين يقراو معنا. الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية. هي الرعاية. هي الرعاية. هي الرعاية الفورية. هي الرعاية الفورية. والمؤقتة. والمؤقتة. التي يتلقاها. التي يتلقاها. التي يتلقاها المصاب. التي يتلقاها المصاب. عند تعرضه. عند تعرضه. لحالة صحية طارئة. لحالة صحية طارئة. نعودها. لحالة صحية. لحالة صحية طارئة. طارئة. نعم بعد القراءة الجماعية غادي نطلب زينب تبدا لنا القراءة ديال هذا النص. الإسعافات الأولية. حسن. الإسعافات الأولية. وهي الأولية. وهي هي الرعاية. الق و الف هذيك الف الف و ري تون وليا خليتي الفوري الرعاية فوري. لا هانتي قري هذه الفوري. الفوري ياتو تياتو. الفورية. الفورية. زيدي ال وقري هذا الحريف هذا راه كنقصي. هل مو و لا أ هذيك أ أ ق تي تو ق هذيك راه عندها شدة ق ق تي
تي تا هذيك تا تي ها انت شوفي غادي نقراها وغادي تقرايها مورايا. المؤقتة المعقدة قا حرف القاف قا قا تاتو تو واخا ماشي مشكل. يلاه كملي لينا جاتك صعيبة هاد الكلمة ماشي مشكل. إلى لا ماشي إلى هذيك ال لا التي تي يا تي ال قي وانتي وكتقريش لينا الحروف مقادين بالحركات ديالهم زينب. يتلقاها يتلقاها قاها ولكن كتقولي قا قولي لي يتلقاها يتلقاها واخا يلا زيدي نمشيو كلمه واحده اخرى. يلا زيدي الموسي صا المصاب المصاب بو مين جبتي بو؟ هنا عي 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 المصاب صافي كلي قريتيها. يلا زيدي المصاب مصاب زيدي شوفي انا نقرا لك وانت تقراي مورايا. عند تعرضه لحالة شوفي ما كنقولش ليا لحالة الحالات صحية الصحية طارئة صارعة طا طا رئة طا طا رئة واخا غادي تمشي ان شاء الله للدار وغتعاودي تقراي وفي نهايه الحصه غادي نجلس معاك شويه نقرا معاك. نعم غادي نمشيو عند سميره تقرا لينا النص ديالنا. الاسعافات الاوليه نقولوا نوقفوا عليها الاسعافات الاوليه نعم. الإسعافات الأولية هي الرعاية الفورية والمؤقتة التي يتلقاها المصاب عند تعرضه لحالة صحية طارئة. حسن غنمشيو عند لطيفة. الإسعافات الأولية الأولية الإسعافات الأولية هي رعاية هذيك الأولية عاودي قرايها. الأولية نعم هي رعاية الرعاية الفورية والمؤقتة التي يتطلبها لا ماشي يتطلبها يتلقاها المصاب عند عند تعرضه لحالة صحية طارئة يعني قلنا مفاجئة ولا على غفلة طارئة. حسن غنمشيو عند خديجة. الإسعافات الأولية هي الرعاية الفورية والمؤقتة التي يتلقاها المصاب عند تعرضه لحالة صحية طارئة. حسن إذا بعد ما قرينا هذا النص الآن غادي نديروا واحد الخلاصة على هذا النص ديالنا واحد الرسالة ولا واحد الخلاصة نخرجوا بها من النص ديالنا. نعم شكون اللي تقول لنا شنو استفدنا من هذا النص؟ حنا شفناه في الحلقة الفايتة وشفنا المشهد بغينا اليوم من عندنا قرينا نزيدوا نذكروا شنو قلنا في الحلقة الفايتة ونخرجوا بواحد الفكرة أو خلاصة على هذا النص هذا أو هذا الموضوع. يلا سميرة شنو تقولي لنا؟
فهمنا باش الا كان عندنا شي واحد مريض عندنا شي حاجه طريقه نعرفوا نديروا له اسعافات الاوليه. حسن يعني خصنا نعرفوا نتدخلوا باش ننقذوه. زينب عندك شي حاجه تقولي علينا؟ لا كانت زعما كان شي واحد مريض خصو يشوف الطبيب دغيا ما عرفتش مازال. ولكن حنا باقي ما وصلنا للطبيب شنو خصنا نديروا حنا؟ خصنا ندخلوا نعتقوه ياك. هذه هي الاسعافات الاوليه. لطيفه غتقولي لنا شي فكره؟ ما عندك حتى شي فكره. يعني المهم اللي خصنا نعرفوه ان احنا الاسعافات الاوليه ضروريه كل واحد خصو يعرفها. ضروري تكون عندنا الصيدليه المنزليه اللي قلنا في الحلقه الفايته. علاش؟ وتكون عندنا واحد المواد اللي هي ضروريه بحال المقاس بيطادين وما الى ذلك. علاش؟ باش نقدروا ندخلوا في شي حالات كتوقع لاولادنا ولا شي حد من الاسره ديالنا، وكذلك حتى لو كنا على برا وقدرنا نعسقوا ذاك الانسان، لان بعض المرات كتجي شي حاجه مفاجئه كيخصنا حنا نتدخلوا واحد التدخل على ما نوصلوا للطبيب كيف قلتي، وعلى ما نديوه يعني المستشفى او يجي الطبيب يزوره. نعم الان غادي نشوفوا الدرس ديالنا اللي غادي نقراوه اليوم. غتلاحظوا معايا هاد زوج كلمات المصاب ولا المصاب اللي قريناها في وسط الجمله، وعندنا لحاله. هاد زوج كلمات اليوم هما الموضوع ديال درسنا. مين تنقولوا المصاب؟ واش هادي اسم ولا فعل ولا حرف؟ زينب اسم. حسن هادي اسم. باش عرفتيها اسم؟ حيت عندها مد... عندها حيت الاسم كتكون مجموعه ديال عنده ال. حيت عنده ال ما بغاتش قدرتيش تقوليها. حيت عنده ال. نعم اذا هذه الكلمه حنا عرفناها انها اسم. مي كنمشيو حاله واخا فيها لي حاله حنا ما نحسبوش مثلا كاين داك اللام، غنقولوا حاله. مي تنقولوا حاله واش اسم ولا فعل ولا حرف؟ لطيفه فعل. فعل قالت لنا فعل. حاله ياك قلتي فعل. خديجه اش كتقولي؟ فعل اسم. باش عرفتي اسم؟ فيها التاء مربوطه، فيها التنوين، جوج العلامات كبارين كيبينوا لنا بانها اسم. عادي الا قريتها غنعرفها انها اسم. اذا عندنا زوج ديال الاسماء. غادي نرجعوا للكلمه الاولى المصاب. مين كنقولوا المصاب شنو كنقصدوا هنايا؟ مصاب واحد الانسان. واحد الانسان تعرض لشي حاجه، تصاب بشي حاجه. اذا كيف قلتي كنعرفوا باننا كنتكلموا على واحد، ماشي جوج الناس، ماشي بزاف ديال الناس. إذا تنقولوا بأن هذه الكلمة هي اسم مفرد. إذا هذا هو الدرس ديالنا اليوم، هو الاسم المفرد. عاودوها الاسم المفرد. الاسم المفرد. عاودوها مرة أخرى. الاسم المفرد. نعم إذا اليوم كيف قلنا غادي ندرسوا الاسم المفرد باش نتعرفوا أكثر. الاسم المفرد كيف شفنا في هذه الكلمة هو كيدل على حاجة وحدة ماشي أكثر. غنمشيو لحالة، وهذيك اللام راه هي غير زايدة في النص يعني باش يتربط الكلام ويجي الكلام منسق. حنا غنعتبروها بحال كاينة حالة. مين تنقولوا حالة؟ عندي واحد الحالة. حالة شحال من حالة عندي هنا؟ واش جوج ولا بزاف ولا وحدة؟ وحدة. وحدة عندي حالة وحدة. إذا حتى هذه غادي نقولوا هي اسم مفرد. علاش؟ حيت كدل على حاجة وحدة. إذا زينب اليوم شنو الدرس اللي قرينا؟ حاجة وحدة. الاسم اللي هو اش كنسميوه؟ حاجة وحدة. الاسم حاجة وحدة. ماشي حاجة وحدة، كنقولوا الاسم المفرد. عاوديها. اسم مفرد. حسن ملي تنقولوا حاجة وحدة بالدارجة، ولكن في اللغة ديالنا كنقولوا الاسم المفرد. عاودي يا لطيفه. الاسم المفرد. حسن خديجه. الاسم المفرد. اييه ولا بغينا نديروها بالشكل الصحيح نقول الاسم المفرد. عاوديها لطيفه. سميره. الاسم المفرد. حسن اذا مين كنقولوا الاسم المفرد شنو كنعنيو؟ كنعنيو واحد. حاجه وحده كدل على حاجه وحده. دابا الان بغيتكم كل وحده فيكم غنجيب ليا كلمه كدل على حاجه وحده. يلا واحد شويه ديال التفكير، واحد جوج ديال الثواني. هذا موجود الاسماء تبارك الله، دغيا غادي نلقاو الاسم. عاودي. علا. علا هو عاد البارح قرينا علا، يعني ماشي البارح في الحلقه اللي قبل من من الحلقه الفايته. اسم. ايه هو علا ماشي اسم، علا حرف. ايوا خصنا نعقلوا على الدروس ديالنا. جيبي لنا شي حاجه اخرى. ها؟ عامل. حسن عامل كنقصدوا بها شخص واحد يعني اسم. كي دايره لطيفه؟ واحد. مفرد. مفرد. ملي كنقراو شي قاعده دائما كيخصنا ننطقوا بداك الشيء اللي قريناه، يعني ما نقولوا عامل هي اسم مفرد. شكون اللي جاب لنا شي كلمه اخرى؟ بحال انا اسم مفرد. لا انا خلاها بوحدي من بعد هذيك غنشوفوا انا. رئيسة. حسن رئيسة مثلا. من شفنا عائشة هي رئيسة ديال الجمعية، رئيسة يعني التعاونية. حسن تا هي كدل على وحدة عائشة. مزيان. نعم سميرة. فلاح. ها؟ فلاح. فلاح حسن فلاح. ملي كنقولوا فلاح شحال كنعرفوا فلاح عندنا؟ واحد. واحد إذا هي اسم
مفرد. اسم مفرد. قالت لنا خديجه غتجيب لنا الكلمه ديالها. واخا مدرس ولا هكا استاذ. واخا استاذ مدرس بجوجهم كلمه صحاح. استاذ او مدرس كدير لنا على شحال من واحد؟ واحد. اذا هي اسم اسم مفرد. حسن، هي اسم مفرد. الان حنا دابا عرفنا شنو هو الاسم المفرد. الاسم ولينا كنعرفوا نميزوه. عرفنا شنو هو الاسم المفرد اللي كيدل لنا على حاجه وحده. دابا غندير واحد التمرين على الالواح باش نزيدو يعني نرسخوا هادشي اللي تعلمناه ونشوفوا واش ولينا كنعرفوا نميزوا الاسم المفرد او لا. اذا كتلاحظوا عندنا ثلاثه ديال الكلمات. قري لينا سميره هاد الكلمات. مسعف، اطباء، ممرضه. حسن. اذا عندنا ثلاثه ديال الكلمات. كتبان لكم واش هي اسماء ولا فيها الافعال ولا خديجه؟ فيها الاسماء، كلها اسماء. كلها اسماء. حسن، مادام عندنا التنوين اذا هي كلها اسماء. انتم غتاخذوا الالواح وغتشوفوا الكلمه اللي كدل على شي حاجه مفرد، يعني كدل لنا على الدرس ديالنا اللي قلنا اليوم الاسم مفرد، هي اللي غتكتبوها في اللوحه. كانوا بثلاثه تكتبوهم ثلاثه، بانوا لكم جوج تكتبوا جوج. المهم انتم داك الشيء اللي فهمتوه اليوم وبقى لكم في الدين ديالكم هو اللي غادي تكتبوا لنا على الالواح. اذا غنقراوهم ونفكروا كل كلمة واش كدل على واحد يعني اسم مفرد غنكتبها في اللوحة. إلا ما كانتش كدل عليه بطبيعة الحال ما غاديش نكتبها. وحتى المشاهدات والمشاهدين يحاولوا ينجزوا معنا هذا التمرين باش يشوفوا نفسهم واش استوعبوا الدرس ديال اليوم اللي كيتكلم لنا على الاسم المفرد. والاسم المفرد قلنا هو اللي كيدل لنا على حاجة وحدة، ماشي زوج، ماشي أكثر. إذا نقرا الكلمة ونشوفها نفكر فيها واش كدل غير على حاجه وحده يعني اسم مفرد او بزاف. الا كانت بزاف يعني راها ماشي اسم مفرد. نعم، نقراو الكلمات بثلاثه ونحاولوا نكتبوا الكلمات اللي كدل على الاسم المفرد. نفكروا. لطيفة ساليسي، قيسي الاسم اللي المهم داكشي اللي عرفتي غادي تكتبيه. حنا اللي عرفناه نديروه ومن بعد غادي نصحوا جميع بطبيعة الحال. رقية، ساليسي، إذا نرفعوا الألواح. نرفعوا الألواح. ها نشوف لك لطيفه مزيان. اذا عندنا هذا الجواب لأكثرية الحاضرات كلشي داروا، وعندنا هذا الجواب اللي زينب دارت لينا كلشي الكلمات. اذا انت ما جاوبتيش لينا دابا حيت كنتي كلشي ما عرفتيش شنو هي فيهم. واخا يعني مازال ما استوعبتيش الدرس. نعم غادي نصحوا وغادي نشوفوا. حسن مزيان، نبداو بالكلمه الاولى وغادي تقراها لينا لطيفه. مسعفه. لا انتبهي مزيان. مسعفة. مسعفون. مسعفون. نعم مسعفون. مسعفون واش اسم؟ اسم. اسم مفرد ولا جمع ولا؟ مفرد. حسن، اذا هي اسم مفرد كدل لنا على واحد. نعم. واحد. اذا هذه هي الكلمه اللي غادي نكتبوا. زينب غادي نمشيو للكلمه الثانيه تقراها لنا. سميره. اطباء. حسن، اطباء هذه الكلمه اسم؟ اسم. نعم، واش كدل على حاجة وحدة؟ لا، الجمع. حسن، ملي كنقول أطباء واش كنقول غير طبيب واحد؟ كيجي في الدين ديالي راه بزاف. ملي كنقول أطباء كنعرفها كنهضر على بزاف ديال الناس اللي كيمتهنوا مهنة الطب. إذا هذه الكلمة زين ما كانش خصك تكتبيها. نعم، والكلمة الأخيرة غادي تقراها لنا خديجة. ممرضة. ممرضة، واش كدل على الاسم المفرد؟ حسن، كدل على الاسم المفرد حيت ممرضة وحدة. إذا شحال من كلمة لقينا في هاد التمرين هذا لطيفة؟ اثنان. يعني جوج أو زوج، اثنين، كلمتين اثنين، يعني هما اللي صحيحين ماشي بثلاثة، لأن أطباء كيف قلنا كدل على الكثرة، يعني الجمع اللي غادي نشوفوه من بعد في حلقة قادمة بإذن الله. غادي نقراو هاد زوج كلمات، تقدري تقراهم لينا زينب؟ مسعفون. حسن، مسعفون مزيان. زيدي الكلمة الأخرى. ممرضة. حسن مزيان. إذا أنت دابا عرفتي شنو خصك ديري، فهمتي تميزي بين الاسم المفرد والجمع. المفرد شحال كيدير على شحال من حاجة؟
وحده. حسن فعلا كدل على حاجه الاسم مفرد هو اللي كيدل على حاجه وحده. اذا بعد ما شفنا درسنا اليوم واستوعبناه وبان لنا يعني من خلال الانجاز على الالواح، الان غادي نديروا نشوفوا الواجب المنزلي اللي غادي نجزوه في البيت ديالنا، وهو اللي موجود عندكم في نهايه الحلقه رقم 62 اللي غيظهر امامنا الان على الشاشه. كيف كتلاحظوا عندنا زوج ديال الجمل. سميره قري لنا الجمله الاولى. انقل المصابه انقل المصابه الى المستشفى. حسن. خديجه قري لنا الجمله الثانيه. يحتاج المصابون للرعايه. حسن. اذا عندنا زوج ديال الجمل كيف قلنا، اللي مطلوب منكم في هذا الواجب هو انكم توضعوا السطر تحت الكلمات اللي كدل على الاسم المفرد اللي قرينا اليوم. غادي نقرا ومنين نشوف الكلمه نعرفها راها اسم تنبقى نفكر واش هي كدل على حاجه وحده. الا كانت كدل على حاجه وحده بمعنى انها اسم مفرد كندير تحتها السطر، الا ما كانتش كنخليها. اذا في الحلقه المقبله باذن الله غادي نصحوا جميع. وبهذا الحصه ديالنا ديال ماده القراءه والكتابه وصلت لنهايتها. غادي نخليكم مع ماده القران الكريم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا انجزتوه. نشوفوا صوبة الواجب. مزيان، جيد، مزيان، جيد، مزيان، مزيان، جيد، مزيان. إذا انتبهوا معايا الشاشة. الكلمات خاب فألهمها زكاها، المعاني طهرها خسر فعرفها وبين لها. وكان المطلوب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش توصلوا بخط بين الكلمات والمعاني المناسبة لها. شكون تقرأ لي الكلمة الأولى؟ تفضلي خديجة. خاب. خاب، مزيان. خاب، وشنو المعنى المناسب لكلمة خاب؟ خاسرة. خاسرة، جيد. إذن غادي نوصلوا بخط بين كلمة خاب وخاسرة. شكون تقرأ لي الكلمة الثانية في هذا التمرين؟ تفضلي لطيفة. فألهمها. فألهمها، وشنو المعنى المناسب لكلمة فألهمها؟ فعرفها. نعم، فعرفها. تابعي، مازال ما كملتيش. فعرفها وبين لها. مزيان، فعرفها وبين لها. إذا هذا هو المعنى المناسب لكلمة فألهمها، وغادي نوصلوا بخط بين الكلمة والمعنى المناسب لها. إذا بقات لنا الكلمة الأخيرة. تفضلي زينب، قري لنا الكلمة الأخيرة. زكاها. مزيان، زكاها، وشنو المعنى المناسب لكلمة زكاها؟ طهرها. جيد، طهرها، طهرها. إذا غادي نوصلوا بخط بين كلمة زكاها وطهرها. إذا بهذا نكونوا نجزنا التمرين ديال الحلقة ديال اليوم اللي كنديروه عادة ونجزوه في البداية ديال الحلقة. إذا الآن غادي نستمعوا القراءة مباركة لهذ الآيات البينات من سورة الشمس. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، إذا من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة أنا غادي نقرأ وأنتم ترددوا من بعدي ويرددوا معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. نعيد مرة أخرى.
والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. والأرض والأرض كنقراو هذه الكلمة والأرض كيف ما كتلاحظوا الألف ما كيناش فوق منه الهمزة. الأرض والأرض والأرض إذا كيف ما كتلاحظوا الألف ما كاينش تحس منه ما كاينش فوق منه عفوا الهمزة. ولهذا كننطقوها بهذه الطريقة هذه لارضي لارضي. كيف ما كتلاحظوا الرسم اللي موجودة به على الشاشة هو غير كيفاش كننطقوا بها، أما الرسم الصحيح ديالها فهو اللي كاين في المصحف. إذا كنقراوها لارضي لارضي. نعم من يعيد خديجة؟ ولارضي ولارضي. نعم مرة أخرى ولارضي ولارضي. عطيفة ولارضي. مزيان زينب ولارضي. مزيان سميرة ولارضي. مزيان ولارضي. نقراو جماعة ولارضي ولارضي. مرة أخرى ولارضي. ربما تسمعوا في إذاعة أو لا في التلفازة اللي كيقراها والأرضي كيقراها والأرضي كيف هي مكتوبة على الشاشة والأرضي. وهذه القراءة حتى هي صحيحة ولكن الأرضي هي القراءة ورش عن نافع اللي اعتمدوها المغاربة منذ قرون. إذا كنقراوها والأرضي والأرضي. نكمل القراءة. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. نعيد مرة أخرى. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. يعني هذه الكلمتين كنقراوهم ونفس وما ونفس وما ونفس وما. كيف ما كتلاحظوا ونفس وما ونفس وما. نعم عاودي خديجة. ونفس وما. مزيان سميرة. ونفس وما. نعم زينب. ونفس وما. مزيان عطيفة. ونفس وما. ونفس وما. وكيف ما كتلاحظوا على الشاشة هذه غير الطريقة اللي كنقراو بها هذه الكلمتين ونفس وما. أما الرسم ديالها صحيح فهو اللي موجود في المصحف. ونفس وما. نعيد جماعة. ونفس وما. مرة أخرى. ونفس وما. مزيان. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. مزيان. إذا من بعد ما قرينا جميع هذه الآيات الكلمات غادي ندوزو باش نعرفوا المعنى العام ديالها. تيقسم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات بتعاقب الليل وبالأرض اللي هي أهل جميع الكائنات وبسطها لهم. وتيقسم الله عز وجل كذلك بالنفس البشرية اللي خلقها في أجمل وأحسن وأكمل صورة وبدع فيها سبحانه وتعالى، بل أعطاها كذلك العقل باش تميز بين الخير والشر وبين الصحيح والسقيم وبين الصالح والطالح. الله عز وجل أعطاها هذا العقل باش تعرف الطريق ديال الخير من الطريق ديال الشر. تيقسم الله عز وجل بهذا الشيء كامل بأن اللي تيطهر نفسه من الذنوب والمعاصي تيفوز. اللي تيطهر نفسه من الذنوب والمعاصي تيفوز، أما هذاك اللي تيحقر نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي كيكون المآل ديالو هو الخيبة والخسران. إذا هذا هو المعنى العام ديال هذه الآيات الكريمات. إذا الآن من بعد ما عرفنا المعنى العام وقرينا واستمعنا لهذه الآيات الكريمات غادي ندوزو باش نكلفكم بواحد الواجب منزلي اللي غادي توجدوه في الكتاب المقرر في نهاية الحلقة 62. وكنطلب كذلك من السادة المشاهدين والمشاهدات باش حتى هما ينجزوا هذا التمرين باش في الحلقة القادمة إن شاء الله نبداو بالتصحيح ديالو. إذا انتبهوا معايا الشاشة. ونفس وما سواها. قد أفلح من زكاها. والأرض وما طحاها. قد خاب من دساها. فألهمها فجورها وتقواها. إذن عندنا في هذا التمرين مطلوب منا هو نرتب الآيات كيف ما جات في سورة الشمس، وهذا هو اللي مطلوب كذلك من السادة المشاهدين والمشاهدات.
باش ترتبوا هاد الايات كيف ما جات في سوره الشمس. إذن ما تنساوش كذلك باش تحفظوا هاد الايات اللي درسناها اليوم باش في الحلقه القادمه ان شاء الله غادي نستظهروها. وكذلك الساده المشاهدين والمشاهدات خصهم يحفظوا هاد الايات باش نعرضوهم في الحلقه القادمه. اذا بهذا نكون وصلنا لنهايه حصه ماده القران الكريم في هذه الحلقه. نخليكم مع ماده الحساب، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما شفنا مادة القراءة والكتابة ومادة القرآن الكريم، الآن غنتقلوا لمادة الحساب اللي غادي نزيدوا نتدربوا فيها على كيفاش ننجزوا عملية القسمة عموديا، ولكن هاد المرة ما غاديش يكون عندنا الباقي هو الصفر، غيكون عندنا عدد آخر. تبعوا معايا، غادي نراقب الكتوبة، ولكن قبل غادي نصحو الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة. هنشوف التمارين أو عفوا التمرين اللي كلفتكم به، نتمنى أنكم تدربتوا من خلاله على كيفاش تنجزوا عملية القسمة عموديا، وكيف كتلاحظوا النتيجة صفر حسن. نعم الباقي مزيان. نعم تبارك الله عليكم، نجزتوا العمليه بكل المراحل ديالها، واللي شفنا الطريقه ديالها في الحلقه السابقه. تبارك الله عليكم، مزيان هادشي تيفرح. نتمنى انكم تكونوا اعتمدتوا على نفسكم في انجاز هاد التمرين، ولا لا بأس أننا نستعنوا بأحد أفراد الأسرة، المهم هو أنني نكون في النهاية عرفت الطريقة. تبارك الله عليكم، والآن نبداو بسم الله وعلى بركة الله وعلى بركة الله بتصحيح الواجب. إذا هاد الواجب كيف كتلاحظوا تيتكون مزوج ديال العمليات ديال القسمة، كان المطلوب منكم هو أنكم تنجزوها بكل المراحل ديالها حتى توصلوا تتقولوا لي أشنو هو الباقي ديال كل عملية. إذا نبداو بالعملية الأولى، شكون تنجزها لنا؟ نمشيو عند خديجة، تفضلي خديجة. 51 نعم مقسومة على 1 نعم تساوي 51 تساوي 51. إذا الخارج ديالها هو 51. هو 51. كملي خديجة العملية باش نعرفوا شحال الباقي. غنديروا عملية الضرب. حسن. هو 51 مضروبة في 1 تساوي 51. حسن. غنكتبوها تحت من 51. تبارك الله عليك خديجة. غنديروا الرمز ديال الطرح. جيد خديجة. نديرو سطر ونديرو رمز ديال تساوي ونبداو ونبداو من الوحدات. حسن خديجة. نديرو 1 - 1 تساوي صفر. حسن. 5 - 5 تساوي صفر. جيد خديجة. إذا الباقي ديال هاد العملية زينب شحال بقى لنا؟ جوج الأصفار. زوج الأصفار أولا صفر. تبارك الله عليك زينب. وانتقلوا الآن للعملية الثانية، شكون تنجزها لنا؟ سميرة؟ واخا. يلا تفضلي سميرة. 18 مقسومة على 6 نعم تساوي الخارج 3. حسن. تساوي 3. 3 في 6 كتعطينا 18. نعم. نديرو الرمز ديال الطرح وسطر ونبداو بالوحدات. نعم. 8 - 8 0. حسن سميرة. 1 - 1 0 تساوي صفر. جيد. إذا إذا الباقي عندنا سميرة ديال هذه العملية صفر. هو صفر. تبارك الله عليكم. إذا كيف كتلاحظوا هاد زوج ديال العمليات دائما الباقي عندنا هو دائما الباقي هو صفر. هو صفر. حسن. إذا بهذا نكونوا انتهينا بتصحيح الواجب ديالنا، اللي كنتمنى حتى المشاهدات والمشاهدين يكونوا صحوه معنا، ولما لا يكونوا كلهم اتفقوا في الإنجاز ديالو. والآن غننتقلوا لدرسنا الجديد، واللي كما قلت لكم في بداية الحصة غادي نزيدوا نتدربوا فيه على كيفاش ننجزوا عملية القسمة عموديا، ولكن ردوا معايا البال هاد المرة ما غاديش نلقاو الباقي صفر، غنلقاو عدد آخر. إذا شوفوا معايا هذا المثال اللي كي يظهر على الشاشة، أشنو كتلاحظوا؟ شكون تقولي شنو كتلاحظوا؟ خديجة؟ وليدات. ثلاثة ديال الوليدات. نعم. جوج ديال الكراسة. جيد، إذا عندنا ثلاثة ديال الأشخاص، وعندنا في المثال الثاني زوج ديال الكراسة. بغينا نوزعوا هاد ثلاثة ديال الأشخاص على زوج ديال الكراسة، شكون شنو كيبان لكم؟ لطيفة. أستاذة غيمشيو تيجريو، جوج غادي يجلسوا وواحد غيبقى واقف.
غادي يمشيو تيجريو. ما كاينش ديك القضيه ديال هذا موسين هو الاول اللي سباق وهذه حامل سباق. احنا ان شاء الله غادي نحاولوا هاد الاشخاص واخا ما بين لينا بيناتهم المراه الحامل، ولكن دائما تنعطيو الاسبقيه الناس المسنين والناس والنساء الحوامل. اذا اللي تيهمنا من هذا المثال هو ان كل واحد غياخذ كرسي. وشحال لطيفه بيبقى بلا كرسي؟ غيبقى واحد واقف. ويبقى واحد واقف كي تتشوفوا على الشاشه. اذا عندنا ثلاثه الاشخاص، زوج ديال الكراسة غنوزعوهم عليهم، كل واحد خدا كرسي وبقى لنا واحد الشخص مسكين بلا كرسي. نرجعوا للعمليه. اذا نحاولوا نعبروا على هذا المثال بالارقام وبالرموز. شحال من شخص كان عندنا؟ ثلاثه. لطيفه؟ ثلاثه. جيد. وشحال عندنا من كرسي؟ جوج. اذا غادي نوزعوهم على زوج، خدينا ثلاثه لانه هو العدد الكبير. دائما تلقاو المقسوم تيكون هو اكبر دائما من العدد المقسوم عليه. اذا غادي ثلاثه ديال الاشخاص غنقسموهم على زوج ديال الكراسه. اذا ثلاثه مقسومه على زوج تساوي ثلاثه. شحال فيها من زوج؟ فيها سميره ثلاثة. شحال فيها من زوج؟ فيها واحد. واحد حسن. إذا ثلاثة مقسومة على زوج تساوي واحد. ردوا من بعدي. ثلاثة. ثلاثة مقسومة. مقسومة على اثنين. على اثنين تساوي واحد. تساوي واحد. سؤال، إلا بغينا نعرفوا شحال من شخص بقى لينا بلا كرسي في هذه العملية، أشنو هي الطريقة اللي غادي نديرو؟ عملية فين؟ ها؟ سميرة نديرو واحد نضربوه في جوج. حسن. تساوي جوج. جاي فين غنحطوها؟ تحت ثلاثة. حسن. ثم تنديرو عملية الرمز ديال ناقص. نعم حسن. سميرة ثم غندير واحد تسطير ثم تساوي ونجزو العملية. سميرة ثلاثة ناقص جوج يعطينا واحد. تساوي واحد. اشنو كتلاحظوا؟ تساوي واحد. إذا واحد هو اللي بقى بلا كرسي. عندنا ثلاثة الأشخاص وزعناهم على زوج الكراسة، كل شخص خدا كرسي والباقي بقى لنا واحد الشخص بلا كرسي. هذا هو المعنى ديال هذه العملية. وباش نزيدو نفهمو أكثر وأكثر غادي نجزو واحد العملية على الألواح. إذا قبل ما تاخذوا الألواح ديالكم انتبهوا معي باش نسهل عليكم هذه العملية. غادي ناخذوا واحد المثال اللي هو كالآتي. إذا شنو كتلاحظوا في هذا المثال زينب؟ ثلاثة ديال الفتاة أو نقولوا أطفال. ثلاثة الأطفال. وعندنا هنا مجموعة ديال أشنو لطيفة؟ ستيلوات أو اللي كنسميو باللغة العربية الفصحى الأقلام. جيد. إذا عندنا ثلاثة ديال الأطفال وعندنا سبعة ديال الأقلام. غادي نحاولوا نوزعوا هاد سبعة ديال الأقلام على ثلاثة ديال الأطفال. في البدايه غنعطيو لكل طفل قلم. اذا كل طفل غنعطيو قلم كيف كتلاحظوا. الان شحال بقى عندنا من قلم زينب؟ نقسموه على ثلاثه. لا دابا شحال بقى عندنا من اربعه ديال القلم. اربعه ديال الاقلام. حسن. اذا عندنا اربعه ديال الاقلام. واش هاد اربعه ديال الاقلام يمكن مره اخرى نقسموهم على ثلاثه الاطفال خديجه؟ لا ما يمكنش. علاش؟ وعندنا اربعه ديال الاقلام وعندنا غير ثلاثه ديال الاطفال. واش يمكن نزيدو لهم قلم؟ ممكن تزيدو. ممكن. حسن. اذا ممكن اننا نزيد لهم قلم كيف كتلاحظوا على الشاشه. إذا شنو كنلاحظوا الآن؟ بأن كل طفل خدا شحال من قلم لطيفة؟ جوج. نعم، إذا كل طفل خدا زوج ديال الأقلام. أشنو شحال من قلم بقى ليا؟ واحد. بقى لي واحد القلم. هذا القلم واحد، واش يمكن مرة أخرى نقسموه على ثلاثة د الأطفال زينب؟ نعم. كيف نقسموه على ثلاثة وكل واحد نعطيه طريف. الله 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 الله. والله هادشي اللي بنا جاي. إذا نشدوا القلم ونقسموه على ثلاثة، إلا قسمنا على ثلاثة ما بقى غير يكون صالح لوالو. جيد. كاين شي طريقه اخرى باش نشدوا هاد القلم نزعوا على هاد الاطفال؟ نعطيو لواحد فيهم ونرتاحوا. نعطيو لواحد فيهم ونرتاحوا. هاد العمليه راه ممكنه، ولكن الا درناها هاد القسمه غتصبح لنا غير عادله، خصوصا وحنا عندنا اطفال. الا عطينا لزوج
او زوج زوج الاقلام واحد عطينا ثلاثه غادي الاطفال تتنوض البلبله ونوض سطا الى غير ذلك. اذا من الاحسن اننا نقولوا بقى لنا قلم بقى عندنا غنحتفظوا به حتى نزيدوا عليه اقلام اخرى ونعاودوا نزعوا لهم ولا نزعوا لاطفال اخرى. المهم ارجعوا للعمليه ديالنا. اذا قلنا شحال عندنا من قلم؟ عندنا خديجه سبعة د الاقلام اللي قسمناهم على شحال من طيف لطيفه؟ ثلاثة ديال الاطفال. اذا عندنا سبعة غنقسموها على ثلاثة د الاطفال. لهذه العملية غتحاولوا تنجزوها لي الان على الالواح ديالكم، وكنتمنى حتى المشاهدات والمشاهدين يكونوا دائما مستعدين انهم ينجزوا معنا العمليات على الالواح ديالهم في البيوت ديالهم. اذا عندي سبعة مقسومة على ثلاثة تساوي كم؟ شحال هو الخارج؟ غير الاشاره اننا غادي نحاولوا ننجزوا هذه العمليه بكل المراحل ديالها حتى نشوفوا شحال الباقي، يعني نفس الطريقه اللي تدربنا عليها في الحلقات السابقه. سبعه مقسومه على ثلاثه تساوي سبعه مقسومه على ثلاثه هي عملية القسمة، عملية مزيان نعرفوها لأن تنجمعوا فيها الطرح وتنجمعوا فيها الضرب. مناسبة أننا كنذكروا الدرس ديال الضرب وديال الطرح وديال القسمة في نفس الوقت. يلا رقية نعتمدوا على نفسنا. نرفعوا الألواح. ارفعوا الالواح، الوقت انتهى. ايضا نشوف الله 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 خديجه نعم نشوف خديجه غنرجع لك نعم نشوف رقيه نعم نعم حسن ابتسام صافي صافي حبستي يلا زيد واخا نشوف نشوف زينب حسن زين تبارك الله عليك زهرة نعم تبارك الله عليكم. اذا خديجة نشوف خديجة انت عندك صحيحة لا عندك خطأ. اذا نشوفوا مع ابتسام. اذا ابتسام عندي سبعة ياك سبعة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنقسموها على شحال؟ ابتسام على ثلاثة نشوفوا شحال فيها من ثلاثة. واحد ثلاثة واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة شحال فيها من ثلاثة ابتسام؟ فيها زوج ماشي سبعة حيت سبعة في ثلاثة راه 21 ماشي إذا فيها زوج زوج إلا ضربناها في ثلاثة ستة كنكتبوا ستة هنايا وكنديروا عمليات الطرح وتساوي كي درتي 7 ناقص 6 تساوي 7 الا نقصنا منها 6 الباقي هو 1. جيد اذا خديجه عندك خطا ماشي مشكل اللي عنده خطا يتبع معنا تصحيح على الشاشه. شكون تنجز لنا هذه العمليه؟ مشاو عند خديجه بما انها دارت خطا. يلا خديجه باش تدربي 7 مقسومه على 3 تساوي 3 تساوي ثلاثة. دابا سبعة د الأقلام وزعناهم على ثلاثة د الأشخاص، كل شخص شحال خدا من قلم؟ جوج جوج تبقى جوج يلا إذا جوج غنوضعو جوج. يلا كملي العملية خديجة. جوج مضروبة في ثلاثة تساوي ما عرفتي يمكن سبعة. لا 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 صافي مشى الضرب. بغينا ثلاثة زوج د المرات ثلاثة زوج د المرات ثلاثة تساوي ستة. إذا ستة فين غنوضعوها؟ تحت من سبعة وكنديرو عملية الطرح. غنديرو عملية الطرح. يلا كملي العملية. وسطر ورمز ديال تساوي يلا سبعة ناقص ستة كتعطينا واحد تساوي واحد. إذا الباقي ديال هاد العملية هو الباقي ديال هاد العملية كيف كتلاحظوا هو واحد بحال العملية الأولى اللي لقينا الباقي واحد، بمعنى أن ماشي دائما الباقي ديال العملية ديال القسمة تلقاو صفر، يمكن لقاو واحد يمكن لقاو أعداد أخرى اللي غادي نشوفوا في الحلقات المقبلة إن شاء الله. إذا تبارك الله عليكم
تيبان ليا بانكم شويه بديتوا تتفهموا كيفاش نزلوا عمليه القيس مع موديان. الان غنكلفكم بواحد الواجب منزلي اللي غتوجدوا في نهايه الحلقه 62 في الكتاب المقرر الموجود بين يديكم. هذا الواجب كيف كتلاحظوا كيتكون من زوج ديال العمليات ديال القسمه. المطلوب منكم هو انكم تنجزوها بكل المراحل ديالها حتى توصلوا الباقي ديال كل قسمه. وبهذا تكون حلقتنا وصلت النهاية ديالها. كنذكر المشاهدات والمشاهدين اللي ما استطعوش يشوفوا معنا هذه الحلقة أنهم يمكن لهم يشوفوها مرة ثانية وثالثة على قناة السادسة، أو يمكن لهم كذلك يتبعوا حتى على الانترنت من خلال موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو موقع قناة السادسة اللي كيظهر أمامكم الآن على الشاشة. دمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.